انا واحده من ضمن اهالي المحروسه، بتمنى الموضوع ده بنشد كل اللي بيشوفني ان الموضوع ده يكون على طول باستمرار. من يوم الخميس لغايه دلوقتي بيدينا طعامات يوم من يوم لحد، وبيدينا هنا كل يوم 500 وجبه. بنك الطعام جينا من يوم الاحد وفرنا وجبات ويضمن شعب يعني من وسط الناس هنا كلها. النهارده موجودين في مؤسسة أبو العنين، مؤسسة ذاتية التمويل لا تقبل التبرعات، بقالنا 40 سنة بين الناس ومع الناس. مبادرة أطلقها التحالف الوطني، هي مبادرة إيد واحدة في شهر 7 وإحنا مكملين فيها لغاية دلوقتي. مبادرة تستهدف حوالي 1.5 مليون أسرة أو مستفيد من أهالين أكثر استحقاقا. إحنا بنوزع وجبات ساخنة، بنوزع كمان مواد غذائية وتموينية داخل الجيزة وخارج الجيزة. إحنا موجودين جوه محافظة الجيزة وخارج محافظة الجيزة كمان. عندنا نشاط أخرى كمان استهدفها مبادرة، واحنا كمان كأسرة نستهدفها، منها مثلا النشاط التوعوي من الندوات التوعوية والثقافية، بعض القوافل الطبية مشاركين فيها طبعا. احنا بني 4 طباخين بنشتغل من الساعة 7 صباحا عشان نعمل استوكاتنا ونشتغل الشغل بتاعنا الطبيعي ونقدر نطلع الوجبات في العدد المطلوب مننا. يعني مثلا الوجبات مطلوبة الساعة 9 تطلع 9، طلع 8:30 تطلع 8:30. النهاردة تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احنا هنا في مؤسسة أبو العنين، مطبخ مؤسسة أبو العنين، احنا بنستهدف تجهيز 350 وجبة. الوجبة زي ما حضرتك شايفة، الوجبة بتحتوي على بروتين ونشويات، خضار، ثمرة فاكهة. البروتين بيكون يا لحمة يا فراخ، ذبح اليوم كلها بتبقى فريش. بنجهز الوجبات وبنبدأ نسلمها دور رعاية كبار السن، مرضى الفشل الكلوي، الأسر الأكثر احتياجا حسب قاعدة البيانات الموجودة عندنا. شغلنا الساعة 7 الصبح، لازم تكون الوجبة جاهزة، نكون مجهزين الخامات قبلها. طبعا معنا المساعدين، مساعدين المطبخ، هم اللي بيقوموا اليوم، بيبدأوا على طول في إعداد الوجبة بتاعتنا. طبعا لازم قبل ما أبدأ لازم أشوف المعايير بتاعة الوجبة شغالة إزاي. يعني مثلا بوزن أهم حاجة الكمية الأول، أشوفها تشتغل على قد إيه على حسب اليوم. في أيام الأطفال بيكون زايدة فيها فبحاول أن أنا أزود الكمية بتاعتي، في أيام بيكون الأطفال قليلة فيها برضو بحاول أن أنا أقلل الكمية. بنقدم في الحضانة وجبات متنوعة، منها الرز بلبن والكفتة، وبجانب الوجبة يوجد ثمار خلال اليوم. بنقدم حوالي 400 وجبة في اليوم، بننزل الأطفال بانتظام إلى المطبخ، وطبعا بنعلمهم آداب الطعام قبل ما يبدأوا. إحنا عندنا دار الحضانة النموذجية، الأطفال بتوعنا بنقدم لهم وجبة، والوجبة دي بتكون لإما وجبة لحوم من حاجات اللحوم، على سبيل المثال الكفتة بتبقى من اللحوم، وعندنا وجبة ألبان، وعندنا ثمرة فاكهة بنقدمها للأطفال بتوعنا. ومن أهم ما في هذا الموضوع كمان مع الوجبة، إن الوجبات كلها بيتم عملها طبقا للمعايير الصحة العالمية. مصر الخير بتنفذ حملة إطعام الطعام. خلال الحملة دي احنا مستمرين طوال العام، بنوزع 3000 وجبة شهريا، من خلالها بنستهدف الأسر المستحقة، وبنوصل للأسر المستحقة ديت من خلال قاعدة بيانات موجودة في مؤسسة مصر الخير، ومن خلال الجمعيات الشريكة في القرى اللي بيتم التوزيع فيها. احنا امبارح يمكن وزعنا في قرية علي ابن ابي طالب، النهاردة ان شاء الله احنا مستهدفين ان احنا نوزع في قرية شعراوي وبعض القرى القريبة منها، بحيث ان احنا نقدر نغطي جميع قرى محافظة البحيرة باذن الله. وده هدفنا كلنا، لان مستمرين طوال العام ان شاء الله. الوجبات فيها بروتين، فيها رز، موجود فيها نشويات طبعا اللي هي الرز، موجود فيها خضار طازج، بنوزع بقى عصير وثمرة فاكهة، وان شاء الله رب العالمين ان احنا نكون قدرنا
نوصل للمستحقين. حوالي 200 وجبة هنوزعهم في قرية شعراوي. امبارح كنا في قرية علي بن أبي طالب. مشروع الإطعام أو نشاط الإطعام اللي بتنفذه مؤسسة مصر خير بتبقى حريصة على تقديم الوجبة بجودة عالية، وبنراعي كل معايير الجودة والنظافة زي ما حضرتك شايف، كله ملتزم بالغطاء الرأس والجلافزات في الإيد. بنكون حريصين على التوزيع في المنازل وبنلتقي بالمستفيدين. مجرد ان انت تدخل عليهم الفرحه لاهالينا بتبقى متسعده، ان انت تدخل عليهم وجبه او تفتكرهم او حتى ان انت تطلع عليهم بكلمه كويسه جدا، بكلمه طيبه تبقى حاجه كويسه جدا. استاذ جميل طبعا، وبصراحه انا ما كنتش يعني في ناس ياما تتمنى تكون مكاني وما تقدرش توصل المكان ده، وانا الحمد لله بفضل الله وصلت المكان ده، وبصراحه انا مبسوط جدا واتمنى دايما اكون في عمل الخير. النهارده موجودين بقافله متخصصه في الرمد بالتعاون مع مجلس الوزراء في مدينه المستقبل محافظه الاسماعيليه. النهارده اليوم الرابع لنا في المحافظه على التوالي. الحمد لله قدرنا نخدم اكثر من 4000 حاله. النهارده موجودين معانا قافله متخصصه في الرمد، الكشف والعلاج والعمليات والنظارات كل حاجه بتتقدم مجانا. الحقيقه ان الناس ما كانتش مصدقه كده في الاول، لكن لما امبارح كشفوا معانا ولقوا الخدمه اللي بتتقدم ولقوا العلاج وبداوا يصدقوا ان في حاجه زي كده بتتعمل مجانا. بننفذ قافله طبيه رمد، بنقدم فيها خدمات الكشف والعلاج والنظارات والعمليات. كل اللي انا محتاجه من الحاله بيبقى صوره بطاقه وعليها رقم التليفون. الحاله بتدخل تكشف، لو محتاج علاج بتاخده وهي مروحه، لو محتاج نظارات بيبدا يقيس الشامبر وبعد 15 يوم بتركب العدسه وبيجي يستلمها من نفس المكان، لو محتاج عمليات بنبدا نوجهه لاقرب مستشفى تبع البنك الشمالي. واحدة اللي أطلقها بالحلف الوطني للمنظمات المجتمع المدني والأهلي في جمهورية مصر العربية في مشروع طعام الطعام. احنا اليوم في مطبخ أحد الشركاء المحليين جمعية القرآن الكريم قرية بني عبيد مركز القطاس، نجهز وجبة الإطعام. وجبة الإطعام وجبة شاملة مكونة من الخضار والبروتين والأرز، وبنكتب معاها ثمرة فاكهة كل وجبة، وبنستخدم أدوات ومعدات معقمة من خلال التجهيزات تتم من خلال شيف متخصص. بنقوم بعمل وجبات مطهية بنوزعها على الكرة المجاورة على نظام أبحاث بنعملها، بنختار الأسر المستحقة وبالعزب المجاورة برضو، ونقوم بتوزيع الوجبات عليها إن شاء الله. نفذ مشروع اسمه ابن طفلك لبكره تابع بنك الطعام، تغذيه الحضانات والمدارس. احنا هنا يوميا هنطلع حوالي 4000 وجبه لاطفال الحضانات هي مشتركه مع بنك الطعام في مشروع ابن طفلك لبكره. يوميا في وجبه مختلفه كل يوم عن الثاني. الوجبات دي هتوزع على الحضانات اللي هي مشتركه في مشروع ابن طفلك لبكره بالتعاون مع جمعيه الرحمه وبنك الطعام المصري. طبعا الوجبات ديت مدروسه الاهميه اللي هي هتقدمها للطفل. طبعا نوعية معينة من الوجبات تبع الصحة العالمية اللي هي مختارها. الوجبات دي هتقدم يوميا للأطفال بدون أي مقابل مجانا يوميا. نظام الأكل هيبقى 3 مرات فاكهة في الأسبوع. يوم اللبن ده ما فيهوش فاكهة، يعني أول يوم مثلا يوم السبت هنا بيكون مثلا رز باللبن، يوم الأحد بكفتة مكرونة وكفتة ما بيكونش معها فاكهة. هنبدأ يوم الاثنين، يوم الاثنين كده بيكون مثلا سندوتش جبنة ومعها خيارة وثمرة فاكهة زي ما بتكون، وبعد كده الثلاث مثلا سندوتش كفتة وبعد كده بيتزا. وبنتعامل مثلا كل طفل مثلا الكفتة دي الكل طفل ليه 7 جرامات. احنا هنا في الحضانة بتنزل لنا وجبات من بنك الطعام يوميا بنقدمها للأطفال. الوجبات بتكون متنوعة عبارة عن كل يوم وجبة مختلفة للأطفال. احنا أول حاجة بنجهز مكان الأطفال للطعام. احنا بنعلم هنا الأطفال آداب الطعام.